على مسالك جبال الأطلس الوعرة والمتعرجة وغير المعبدة تسير قافلة بغال ببطء عائدة نحو قرية أفور النائية محملة ببعض المساعدات. هنا حيث العزلة والحاجة تلازمان السكان طيلة حياتهم، يضطر أهل القرية المنكوبة جراء الزلزال إلى قطع أكثر من 15 كيلومتراً على ظهور البهائم للحصول على بعض من تبرعات المحسنين. حنا كان الزوا على البهيمات على البغال، السلعة من السوق وبعيد الطريق ما كاين، وعن احنا في الجبل والطريق ما عندناش، والناس راه تكرفسوا في الزلزال هذا، والناس ما عندهم والو، الدور كاع مقشوشين. احنا راس كنا على الخلع على برا باش درنا اسمدو، ما عندناش باش كاع نتغداو تما. حنا دابا هذا الشيء اللي حسنا هذه البغلة 30 عائلة. تتفاقم المعاناة في القرى البعيدة التي أتى الزلزال على بيوتها الطوبية المتهالكة أصلا، فمع انقضاء أسبوع كامل عن الفاجعة لم تجد إعانات السلطات المغربية طريقها بعد إلى السكان المتضررين. الحمد لله عندنا ما ناكلو، كيجيبوهم غير المحسنين، لحد الآن باقي ما توصلتش معنا السلطات، مازال ما داروا والو، المخزن باقي ما دار والو، غير المحسنين اللي كيجيبوا لينا ما ناكلو. ودابا عندنا باش نتغطاو عندنا الماكله، ولكن ما عندناش السكن، ودابا غادي تجي غير شويه الشتاء شويه البرد راه غادي نمشيو كاملين، وكاينين الدراري الصغار راه كيعانيو بزاف. هو حال أغلب المنكوبين في القرى المتوارية خلف جبال الأطلس ذات الطبيعة القاسية، حيث يحاصر الجوع الناجين من الزلزال وتحول العزلة الجغرافية دون وصول تبرعات قد تسد فجوة غياب السلطات المغربية.